السلام عليكم الاخوه، الله يجزيكم بخير. كنهضر معكم مباشره من السوق ديال المغوه الصغيره. مشكل عندنا اخوتي كنعانيو من الضوء، مشكل ديال الضوء تقطع علينا هذه مده ديال 20 يوم تقريبا. يعني المشكل كان ديك المراحيض اللي كانوا قدامين تم الهدم ديالهم بالحضور ديال السلطه المعنيه بالامر، وكنطلبوا من رئيس الجماعه السي بن عزوز ورئيس الملحقه التاسعه القائد الله يجزيهم بخير يمكن لهم يتدخلوا في هذا المشكل هذا في اقرب وقت ممكن. وهذا هو الطلب ديالنا اللي كاين دابا حاليا. دابا المشكل عندنا ديال الضوء، لان الناس ديال السوق راه كيسيبوا متاعهم هنايا وكيمشيو بحالهم بالليل، وقبل ما توصل حتى المغرب ماشي غير الليل، والليل راه كامل هنايا عساس واحد راه ما عندوش ما يعمل مع الضو، ما كاينش. واش غادي يحضي واحد الجهه ولا يحضي جهه؟ المهم عندنا مشكل ديال الضو، الناس راه متاع مسيب هنايا. الله يجزيكم بخير، السلطات المعنيه بالامر يمكن لهم تدخلوا في اقرب وقت ممكن، لان المشكل راه بحال ايها السواق كاملين عندهم الضوء، حنا راه ما كاينش عندنا الضوء. الله يرحم الوالدين والله يجزيكم بخير، وهذا هو المشكل اللي عندنا. الله يرحم الوالدين. سوق المغوه ما عنده لا باب لا باش يدخل لا الطوموبيل ولا والو، ما كاين حتى شي حاجه. انت كتشوف اللي عطى الله هو هذا سوق المغوه مضيع بزاف. كي لا ترامبيه طلع نهار الخميس والحد ما كايناش، الطريق مقطوعه، شي هذا بزاف اخي. كرهنا شي فهمتي بنادم بدله، ما كرهنا شي كامبونه يتعدل باش ما يبقاش يتعدل الكامبونه في هذا السوق هنايا، باش ما يبقاش هذا الشيء هذا مهمش هيدا في هذه الخضره. شي الزبل بزاف. الشيء اللي عطى الله هو هذا اخويا، ما كرهنا شي يتبدل هذا الشيء هذا. السوق الرياض كان عندنا حيدو كيبيعوا فيها الخضره، السوق ما كرهناش، احنا دافعين بالسوق باش يتعدل الكامبونايا، ما كاين حتى شي حاجه، باقي ما شفنا والو. جاو طيحوا باش يعدلوا الكامبو، احنا كنتسناو هذا الكامبو باش يتعدل، ما كاين حتى شي حاجه. الدراري في الحومه هنايا صغارين ما عندهمش فين يلعبوا، ما كاينش فين يلعب. مره في سيفان نهائي كيلعب مع البيبان ديال ما ودابا، علاش ما يكونش كامبو هنايا يتعدل؟ علاش؟ جردة هنايا في السوق ما كاينش، انت كتشوف هنايا جرا عامرين هنا، كاين شي اللي يديها في هاد الجرا هنايا في سيفانيه، الحومه عامره بالجرا. الضو فين كيسبب لكم؟ نعم؟ الغياب ديال الضو فين كيسبب لكم؟ الغياب بداو كيسببنا في الضايع، في الضايع في كل شيء. هنايا ما كنبقاوش مستمرين باش غنبيعوا ونشريوا على راسنا ونخدموا على راسنا. قبل ما الدن المغرب كيكون طاح سلس، صيف شي بحالك شنا كون الظلام هنايا ما كاين لا ضو ولا حتى شي حاجه، باش غنبيعوا ونشريوا باش؟ سواق الناس تنطرناش دليل وحده دليل باقا كتبيع وتشري. حنايا هنايا ما كان الدن المغرب سير بحالك. علاش هاد الشيء هذا؟ علاه؟ ما كرهناش يا اخي، يجيو يشوفوا هاد السوق هذا، يصلحوا لنا هاد السوق هذا، يعمروا السوق. هاد الناس اللي كتبيع على برا دخل السوق، عمر السوق، هما بلايص خاوين هنايا. اما يعمروا ولا يديها له، هذا اللي عنده مستافد هاد البراكه يعمروا ولا يديها له، ولا شوف شني اعطيها لواحد اخر يخدم. كاين بنادم عنده غرض يخدم على راسه، جيبونا الضو، جيبونا الماء، صلحوا لنا الشارع. كاين اخي اللي يدخل يخدم هاد السوق هذا موجود، كاين اللي عمر السوق، موجود اللي عمر السوق. علاش حنا هنا مضيعين؟ دخل السوق، عمرنا السوق اخي داخل. علاش جالس رافينا كتبيع قطنيات رافينا، الربيع رافينا، خضره رافينا، والزبل مجموع علينا، ترامبيا ما طلعش، لا فيلاس ما طلعش، علاش هاد الشيء هذا؟ علاه؟ عمرنا السوق، الدوله عطتنا السوق من داخل وعمرو، ها هو عامر السوق خاوي، برارك خاويين، وبنادم مسيف في الشارع، علاش؟ يعني كاين دابا حنايا اصلا خصنا الضو في السوق، باش الناس كيبقاو يدخلوا بالليل هنايا، والسوق مروان وكذا. السوق ماشي الضو، السوق الحومه ما فيهش الضو، ما يمكنناش، فهمت؟ هادشي هذا خصو ضروري يكون اخاي، وحنا ماشي براني، حنا في الحومه خصنا نشوف الحومه مزيانه، نقاوها والسوق كامل ما عندنا حتى شي حاجه. حبيب بحال اللي محسوبش هذا السوق مار، الناس السخاوه ديالي تعوضنا هادشي هذا يا جدا. والناس انا كنشارجيو ميزه معنا مشارجيو، الاخران كيتفضى وصافي سالينا، قال لك المغرب كاين شي الضو مره في هذا السوق. الله يرحم الوالدين والسلطه سي تعدلنا هذا الشيء هذا، يا الله يرحم الوالدين ديالكم. ضروري السوق ما كاينش الضو، شكون يدخل عندك السوق اسال اخويا؟ ما كاينش السوق كامل هذا، كامل الحيوط كامل، شكون يدخل عندنا السوق مار؟ فهمتي؟ هذا الشيء هذا خصو يتصلح ضروري، خصهم يعدلوا لنا هذا الشيء هذا اقرب وقت. السلام عليكم. شوف المرضي، حنا كنطلبوا من السلطه الرياضي تغرس هنايا، ما يبقاش المتعامل
مرقد الحاجه كيجيو الخميس والحد كيعمروا الدنيا. شوف بعينك كيمشيو فحالهم، والترامبيه كيقطعوها من هنا، لا بيلاس ما كاين شي، بومبيروس الا وقع شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه واحده، الضو ما كاين شي، السوق هو كامل خاوي، والطريق معمره والزنقه معمره، كيخرجوا الدنيا وكيمشيو فحالهم. وحنا خصنا هذا المطار هذا يتغلف كامل ويمشي بحالو حتى الطرف، باش حتى واحد ما يبقى يبيع. السوق عندنا نعمروا السوق ديالنا، ماشي السوق خاوي والزنقه عمره، راه من المحال هذه، وخاصة السلطة تعاون معنا في